السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب في الجمهورية اليمنية الصف الأول الثانوي، وصلني سؤال من أحد الطلاب المتميزين يريد حل تمرين رقم 2 صفحة 30. كنت في السابق في فيديو سابق حليت رقم 1 و3 ومجموعة من الحلول لصفحة 30، سيظهر لكم هنا في أعلى الشاشة. بقي معي تقريبا رقم 2 ما أحد طلبه من الطلاب. الدرس هذا حول تعريف التطبيق. ما هو التطبيق؟ التطبيق اللي هو عبارة عن علاقة في الأساس من سين إلى صاد، أو عبارة عن علاقة فيها أزواج مرتبة، هذا زوج مرتب وهذا زوج مرتب وهذا زوج مرتب، علاقة فلها شرط معين. التطبيق شرط التطبيق أن يرتبط كل عناصر المجال. إذا عناصر المجال، ما هو عناصر التطبيق أصلا؟ المجال والمجال المقابل. المجال هذا يكون في البداية المنطلق من شرط العلاقة أن تكون تطبيق، يجب أن يرتبط كل عناصر المجال بعنصر واحد من المجال المقابل. شوف، بعنصر واحد من المجال المقابل. إذا ارتبط جميع عناصر المجال في العلاقة معناه تسمى تطبيقا. لكن هو في السؤال إيش قال لنا؟ قال إذا كانت العلاقة عين سالب 2 و0 0 و1 1 و3 2 وسالب 1 3 و1 تمثل تطبيقا، إذا جاب لنا تطبيق. فإيش المطلوب بالضبط؟ قال فحدد مجال التطبيق، حدد المجال ومدى التطبيق. طبعا قلت لكم المجال هو الزوج المسقط الأول من الأزواج المرتبة، يعني سالب 3 و0 و1 و2 و3، هذا اسمه المجال، مجال التطبيق. لو رسمته، مع أنه ما طلب الرسم بس علشان التوضيح، أرسم هذا المجال وهذا المجال المقابل، بتجد أن السالب 2 ارتبطت بمين؟ بالصفر، والصفر ارتبطت بمين؟ بالواحد، والواحد ارتبط بمين؟ بالثلاثة، والاثنين ارتبطت بسالب واحد، الاثنين ارتبطت بسالب واحد، والثلاثة ارتبطت بالواحد، الثلاثة ارتبطت بالواحد. إذا هذا الأول، المسقط الأول يسمى المجال اللي هو طلبه هو. إذا مجال التطبيق هو سالب 2 و0 و1 و2 و3، سالب 2 و0 و1 و2 و3. والمجال المقابل ما طلبه هو، ما قال أين اكتب المجال المقابل، لكنه طلب المدى. ما هي المدى؟ المدى هي الصور، عناصر المجال، هذه على هذا المجال، وهذه صوره اللي هي بالأسهم، هذه صور، يعني سالب 2 صورتها 0، والصفر صورتها 1، والواحد صورته 3، والاثنين صورته كام؟ سالب 1، والثلاثة صورته أيضا 1، بس معك كررت الواحد. إذا المدى هو الصور، عناصر المجال. المدى هو صور عناصر المجال في التطبيق. وما هو المجال؟ المجال هو المسقط الأول من الأزواج المرتبة التي في التطبيق. إذا عرفنا بأن التطبيق هو علاقة من سين إلى صاد، أو بين مجموعتين، أو قد يكون مجموعة واحدة، بارتباط بحسب قاعدة معينة. المسقط الأول يسمى المجال، والمسقط الثاني يسمى المجال المقابل. صور عناصر المجال تسمى المدى. صور عناصر المجال تسمى المدى. إذا صورة سالب 2 صفر، إذا المدى الأول صفر، صورة الصفر 1، صورة الصفر 1، صورة الواحد 3، صورة الاثنين سالب 1، صورة الثلاثة 1. وأيضا قلت لكم من شرط التطبيق أن تكون العلاقة تطبيق، يجب أن يرتبط كل عناصر المجال. شوف، ما فيش أي عدد من المجال هنا مش مرتبط، كلهم مرتبطين. رقم 2 أن يرتبط المجال هذا، عناصر المجال، بعنصر واحد فقط، يعني لو سالب 2 ارتبطت مع الواحد أو مع الثلاثة لا يعتبر تطبيق. ضروري عناصر المجال ترتبط بعنصر واحد فقط من المجال المقابل، وضروري تكون كلها مرتبطة. لكن المجال المقابل طبيعي إذا ارتبط ب يعني عنصر أو عنصرين من المجال، ارتبط بعنصر واحد من المجال المقابل، طبيعي جدا. أيضا من الطبيعي جدا إذا كان المجال المقابل فيه أعداد مش مرتبطة أو ليس صورا للمجال. أتمنى لكم التوفيق والنجاح. لا تنسوا مشاركة الفيديو هذا مع زملائكم، وضع الإعجاب ودعما للقناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأي سؤال أو استفسار في التعليقات.